الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن تجمعنا بالسابقين في أعلى فراديس الجنان يا رب العالمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم آمين. وبعد، فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نرسل التحية إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين. وبعد، فإن الله عز وجل شرفنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجراً كريماً. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. فإذا كان رب العالمين قد امتن على عباده بالنبوات من لدن آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه رحمة من الله على عباده، خلقهم
وأنعم عليهم وأتم عليهم نعمته بإرسال المرسلين، وختم المرسلين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه فأحسن تأديبه، وجمله في صورته، وجمله في معانيه، ولذلك قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأهل العلم بلغة القرآن يقولون إن على تفيد العلو، على حرف ولكن معناه يفيد العلو، يعني ما قبله أعلى مما بعده. فإذا قلت صعد الخطيب على المنبر، إذن صار الخطيب أعلى من المنبر. فإذا طبقنا هذا الفهم على قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إذن الأخلاق العظيمة تمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من كل خلق عظيم. وهذا يدل على تمكن الأخلاق العظيمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت الشجاعة فهو في أعلى مقام البطولة، ولذلك كان قائدا شجاعا مقداما لا يهاب أحدا بعد الله تبارك وتعالى. فإذا التقى بالأعداء خاف منه الأعداء لما فيه من شجاعة تغلفها الهيبة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مهابا حتى من الأعداء. قال سيدنا علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، اتقينا برسول الله، يعني جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا واتقينا به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، يعني هو صلى الله عليه وسلم أمام الناس والجميع كلهم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يتقون شدائد العدو بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، لما فيه من خلق الشجاعة والبطولة التي لا توجد في أحد سواه، لا من قبله ولا من بعده إلى يوم القيامة. وهكذا في جميع الصفات. ولذلك كان الصحابة يجلون النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا ليتبين العالمين إلى يوم الدين أن هذا النبي يعتبر إماما لكل المسلمين وللإنسانية كلها إلى يوم الدين. لذلك كانوا إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون واقفين، مع أن العرب كان فيهم شيء، كان فيهم شيء من الكبرياء، حتى بعد أن أسلموا كانت الأمور فيهم على ما كانت عليه في أيام الجاهلية، إلا أنها كانت تقل شيئا فشيئا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم رأوا أنفسهم قائمين إجلالا لرسول الله. لماذا؟ لما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيبة وجلال، لأن الله جمله في ظاهره وكساه بالجلال، حتى يكون الجلال مع الجمال في النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الناس
إلى أن يقوموا واقفين إجلالا لرسول الله. الجلال في رسول الله من الله عز وجل يدفع الناس إلى إجلال رسول الله صلوات الله عليه. وفي يوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فهبوا واقفين، فكان من تواضعه، وهذه صفة أخرى، صفة التواضع، فكان من تواضعه أنه كان يقول: اجلسوا لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها. فجلسوا ما عدا سيدنا حسان بن ثابت، ظل واقفا. فقال صلى الله عليه وسلم: لماذا وقفت يا حسان؟ لما لم تجلس؟ فقال: يا رسول الله، قيامي للعزيز علي فرض، وهل هناك أعز من رسول الله؟ وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الكمال ولا يقوم. الكمال في رسول الله كمال خلقي وكمال خلقي، كمال في صورته وفي معناه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاملا ليكون رحمة للعالمين. كتب الكاتبون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم لم يجدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المحاسن. كل مفكر أو له أثر في الإنسانية لا بد أن يكون له شيء يعلو فيه وله شيء تناقص فيه، إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى فيه المفكرون والعلماء الذين آمنوا بالله ورسوله والذين كفروا، ما من واحد جاء إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا إلا ووجد الكمال في رسول الله. لذلك كان الكاتب سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين كان يرى في النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يرى فيه الكمال في كل شيء. ولذلك رأينا من الكتب الحديثة التي كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرته لا تنتهي ولا ينتهي مددها، رأينا شيخ العلماء في تركيا الشيخ محمد فتح الله كلن، رأينا أنه كتب العنوان بهذا المقطع فقال: النور الخالد. إذن ما عدا نور النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا النور الذي يأتي من رسول الله سينقطع، أما النور الخالد فهو في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول المادحون: وما عسى أن يفهم الكتاب من معناك. أي واحد كتب في رسول الله فإنه كتب ما استطاع وما ألهمه الله إياه وما فتح به عليه مولاه، لكن لم يصل إلى كنه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق وصفات. صفة واحدة لو تجمع حولها الكاتبون ما استطاعوا أن يفسروها تفسيرا كاملا كما هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان العنوان موفقا: النور الخالد، نور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نور النبي صلى الله عليه وسلم نور على نور،
لأن كلامه نور، ولأن القرآن نور، إذن ينزل النور من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نور، والله عز وجل موصوف بأنه نور. إذن الله النور ينزل النور على سيدنا محمد النور، فنوره خالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ولذلك كان الشيخ موفقا، لأنه من العابدين المحبين لسيد المرسلين. قرأت له في مقدمته أنه بحسب إشاراته وعباراته يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جعله لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في ليله ولا في نهاره ولا في يقظته ولا في منامه. وهذا الحب الذي ملأ عليه أقطاره وحناياه وجوانحه جعله يسطر شيئا مما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العنوان النور الخالد، ثم قال بالخط العريض محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال تحت اسمه الشريف كما نرى على ظهر الكتاب مفخرة الإنسانية. يعني إذا أردت أن تفتخر بنسبتك فافتخر بأنك من المسلمين المتبعين لسيد المرسلين. لذلك كان العنوان بهذا التوفيق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوره خالد وهو فخر الإنسانية. من أراد أن ينتسب إلى واحد من الناس يفتخر به ويتحدث عنه ويكون من ورائه ويتبع سيرته ويراه في نومه كما يراه في يقظته، ويكون سائرا على كلامه ويسير على سبيله في عمله ويتبع هذا المحبوب، فعليه أن يكون من وراء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أحد الشعراء القدامى فتح هذا المعنى وقال كل النبيين والرسل الكرام أتوا نيابة عنه في تبليغ دعواه. جميع الأنبياء في مر الزمان وفي كل مكان كانوا يتكلمون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل النبيين والرسل الكرام أتوا نيابة عنه في تبليغ دعواه، فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل الزمان ونابت عنه أفواه. أفواه جمع فم، يعني أفواه الأنبياء والمرسلين ورسالات الأنبياء السابقين كانت كلها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول كما قال هذا الشاعر فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل الزمان ونابت عنه أفواه. هناك أفواه الأنبياء نابت عن سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كتب شيخ العلماء في عصره الشيخ محمد فتح الله كلًا هذا المؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر حجمه، يعني هناك مؤلفات في السيرة وصلت إلى 10 أجزاء، إلا أن الأمر ليس بالعدد وإنما الأمر بالمدد. هنا مدد العبارات تضم من المعاني
بحيث ترى المعنى الوفير المعنى الكثير مع الإيجاز في العبارة. وهذا ما علمناه في علم البلاغة، أن الإيجاز في العبارة قد يعطي لنا من المعاني ما نتعلق به في دنيانا وفي أخرانا، كما في القرآن الكريم. القرآن كتاب من جزء واحد، ولكن كلام من هذا؟ هذا كلام الله الذي شرحه لنا شرحا قوليا وشرحا عمليا وطبقه تطبيقا تاما وافيا، هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه ومثله معه. ما معنى ومثله معه؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يشرح القرآن يبينه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن المولى تبارك وتعالى ربط نبيه بالسماء، يأتيه الوحي ويشرح ما أوحي إليه بأعلى بيان وأجلى بنيان، ثم يطبق. لماذا؟ لأنه أول المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا إيه؟ أول المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في تطبيقه لكتاب الله كان إماماً لكل المسلمين إلى يوم الدين. فمن أراد أن يكون مأموماً بهذا النبي فعليه أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا كذلك مسلمين، واكتبنا في الذاكرين، ولا تكتبنا في الغافلين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا.